أنا اسمي ساندرا بغدان، عمري 24 سنة، خريجة كلية سياحة. بلشت بهذا الفن. هلأ أنا معروفة شوي بين أهلي ورفقاتي إنه أنا شوي بحرتق بأساس الهاند ميد بالبيت على مدار كذا سنة، وكنت كمان نشاطات ضمن كنائس، كنت أعلم الأولاد كيف يعملوا أشغال يدوية، حتى آخر شيء كمان صرت درس بمعهد كمان نشاطات تفاعلية وأشغال يدوية. هيك لحتى كان بالأخير عبالي أعمل شيء إلي، يعني شيء لإلي هيك يكون حط فيه بصمتي وهويتي. تاريخ هو اسمه فن لف الورق، أكويلينج آرت. هو فن بلشوا فيه الصينيين ببداية اختراع الورق، بعدين ما أعطوا اهتمام وما كفوا فيه. انتشر هذا الفن بالقرن 16 عند الراهبات الإيطاليات والفرنسيات، اللي صاروا يزينوا فيه مغلفات الكتب، بعض الهدايا وصناديق اللي بيقدموا فيها الشاي. وانتشر بنفس الوقت بنفس القرن عند الطبقة البرجوازية الراقية، خصوصا النساء اللي ما كانوا يشتغلوا، كان عندهم وقت فراغ، كانوا يعملوا مجسمات ولوحات. وبعدين بلش ينتشر بشكل أكبر لما صار في سهولة لتوفر الورق، وهلا مؤخرا تقريبا بلش ينتشر شوي بالعالم العربي. أنا أول شيء بلشت، يعني لما بلشت هيك أفكار بسيطة، بلشت خبر رفقاتي إنه أنا عم بعمل هيك بين أهلي عائلتي. كانت الأعياد بالنسبة لي كتير ظريفة لأني أقدر أعمل شيء لهي المناسبة. بعدين صارت الطلبات هي اللي تخليني أعرف أعمل، يعني مثل الطباخة وإجي علي طلب بس من وراء صبية طلبتها. هون كمان كان لصبية متخرجة من الطب البشري. كيف بدك تستمري؟ إنك تضلي تخترعي أفكار، تضلي تعملي أشياء جديدة، أشياء مميزة، أي شيء ممكن شيء بسيط حتى يستخدمه العالم. تقريبا آخر شيء عملته هو هاي هوني، هاي دي مثل بوك ماركر للي بحب يقرأ، هاي كانت آخر شيء عملته. مثل هيك شيء كمان شمعة، حدا بحب يحط شيء على الطاولة. يعني أنت بدك تضلي تجددي بالأفكار وبالأشياء اللي ممكن يستخدموها العالم.